ويسجل انتفاضة الشباب في العراق بعدها الوطني وإصرارها على فتح الصف المضيئة في تاريخ هذا الشعب العظيم الذي قاوم المحتل الأمريكي وطرده، ويخط اليوم سفرا نضاليا عبر انتفاضته في مقاومة الاحتلال الإيراني بكل أشكال تقوله وعمليته السياسية التي تديرها قوى ميليشيوية مذهبية نهبت ثروة العراق وأفقرت جماهيره، وهي اليوم تواجه استحقاق سقوطها تحت ضغط الشارع بارتكاب الجرائم بحق الناشطين والمحتصمين في الساحات والميادين. وبعدما أخذت الانتفاضة بعدها الوطني الشامل في هذه الذكرى المجيدة لميلاد حزب الثورة العربية، تستحضر قضية فلسطين في الوجدان البحثي. هذه القضية ظلمت من النظام الدولي وتستثور بها القوى الإقليمية وخاصة النظام الإيراني، وتحاصرها قوى النظام الرسمي العربي. ستبقى قضية مركزية في النضال العربي، ونداؤنا إلى جماهيرها أن تكون مساحة ثورتها هي مساحة كل فلسطين من البحر إلى النهر، ودعوتنا إلى قواها المقاومة أن توحد صفوفها على قاعدة برنامج نضالي مقاوم رافض لكل أشكال التسويات والترتيبات الأمنية التي يراد تبريرها تحت مظلة الشروط الصهيونية. الجماهير الأبياء كلها تهتف للحياة.
أيها الرفاق، إن هذه المناسبة التي نستحضرها بكل دلالاتها النضالية، نستحضرها وقد فقدنا رفيقين مناضلين، الرفيق القائد عزة إبراهيم الذي آلت إليه الأمانة بعد استشهاد القائد صدام حسين، والرفيق المناضل عبد الصمد القريري عضو القيادتين القومية والقطرية، ورفاق أعزاء آخرين أودت بحياته جائحة الكورونا. فإليهم وإلى من سبقهم من شهداء الحزب وإلى من ارتقت أرواحهم للرفيق الأعلى، نتوجه بالتحية وإلى كافة الرفاق في منظمات الحزب في الوطن العربي وخارجه، ونشد على أيديهم منوهين بأدائهم النضالي، وخاصة في حضورهم في فعاليات الحراك الشعبي ومقاومة الاحتلال، ونخص الرفاق في العراق العزيز قيادة وكوادر وقواعد، وعلى رأسه الرفيق أبو جعفر أمين سر القطر، وهو الذين أثبتوا أن العراق ليس قاعدة ارتكازية للأمة وحامي بوابتها الشرقية وحسب، بل هو أيضا قاعدة ارتكازية للحزب في مواجهة من يحاول النيل من وحدته وشرعيته التنظيمية والتطاول على إرثه وتاريخه وتضحيات مناضليه. تحية لكوكبة القادة المناضلين المؤسسين الذين قدموا للأمة هدية البحث، وعلى رأسه الرفيق القائد المؤسس الأستاذ أحمد ويشيل عفلق، وتحية لشهداء الحزب وفي مقدمتهم شهيد الحج الأكبر الرفيق القائد صدام حسين، وتحية لشهداء الأمة في العراق وفلسطين والأحواز وكل ساحات النضال العربي. الاشتراكي الاصل.
كافحنا وصمدنا من اجل فكره وعقيده، احنا كافحنا وصمدنا ويضحينا لبلدنا بغضبه الثور العنيده، احنا كافحنا وصمدنا من اجل فكره وعقيده، احنا كافحنا وصمدنا ويضحينا لبلدنا بغضبه الثور العنيده، والعقيده والنظام أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وأخلاقية وعلى مختلف الأزمات. فنهج الحزب في السودان كان نهج تصويبي لحركة النضال الوطني. الذين ذهبوا للنضال من خارج القطر اضطروا إلى التراجع والعودة إلى داخل القطر. وفي حين استنكر الحزب أن ينقل وقر المعارضة إلى خارج السودان. كما أن الذين ذهبوا للكفاح المسلح من أسمرة عادوا إلى داخل السودان للنضال الديمقراطي السلمي، وهو الخطر الذي طرحه وتمسك به حزب البعث منذ البداية. بعض الناس يقولون أنتم انسحبتم من التجمع الوطني والآن تتحالفون مع ذات القوى التي كانت في التجمع الوطني، ما هو الفرق؟ الفرق في البرنامج وفي الوسائل. عندما تسحب القوى للمعارضة من الخارج فنحن لا نسحب معهم إلى الخارج، إننا نناضل من الداخل. وعندما تسحب القوى إلى حبل السلاح فإننا نرفض ذلك ونعتبر أن حبل السلاح لن يؤدي إلا إلى تخريب البلاد بشريا وماديا، وأن الطريق الصحيح للنضال هو طريق النضال الديمقراطي السلمي. إذن عندما عادت هذه القوى إلى الداخل وإلى النهج الديمقراطي السلمي هي التي عادت، في هذا الوقت لم يكن هناك ما يمنع التحالف معها ضد النظام. فالقضية ليست قضية أننا نرفض مبدئيا التحالف مع هذا أو ذاك من القوة، ولكننا نقيم تحالفاتنا على ضوء برامج ومواقف واستراتيجية واضحة. كذلك عندما رفضنا خوض الانتخابات وكان الحزب الوحيد الذي قرر المقاطعة وقررت بقية القوى المشاركة، عادت في آخر لحظة للمقاطعة، وبعضها أي بعضها من شارك في الانتخابات عاد ليتحدث عن الثغرات التي واجهت التجربة الانتخابية، في حين المسألة بالنسبة لحزب البعث لم تكن مسألة أن الانتخابات سوف تزور أو غيره. نحن كانت القضية بالنسبة لنا إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل قوانين قمعية لشعب السودان. الحرية ليست للأحزاب السياسية، الحرية للشعب، نحن نريد الحرية للشعب وليست لنا وحدنا، وهذا الموقف سنتابعه الآن. فإذا تابعنا مواقف الحزب وإذا بعض رفاقنا الأكاديميين قاموا بتحليل هذه المواقف على الأقل من 89 إلى يومنا هذا، في دراسة مقارنة بين مواقف حزب البعث العربي الاشتراكي ومواقف بقية القوى السياسية، سواء التي ارتكبت أخطاء استراتيجية في حق شعبنا ووطننا أو التي التزمت بالموقف الصحيح، سوف نكتشف كيف أن استراتيجية الحزب القومية ومبادئ البعث
كانت هي التي توجه حركتنا، هي الموجه لحركتنا ولخطنا ولبرامجنا في مختلف المراحل، وهي التي صوبت هذه المواقف، وبالتالي علقت ظل هناك فصيل وطني في السودان ملتزم بمصالح الشعب وبآمال وأماني شعبنا للتحرر والتقدم. طرح الآن موضوع الحوار. حزب البعث لم يرفض في يوم من الأيام الحوار، بل هو حزب الحوار، هو حزب الحوار مع أبناء شعبنا ومع فصائل شعبنا بمختلف اتجاهاته وفرقه. ولكن حزب البعث مع الحوار الجاد، ولسنا مع أي حوار، نحن مع الحوار الذي يفضي إلى تحقيق مصالح شعبنا وأمان شعبنا وآمال شعبنا، ولسنا مع حوار المحاصصات السياسية، أي ما هي حصة حزب البعث وما هي حصة غيره في السلطة. هذا ليس هدفنا، السلطة ليست هدف عندنا، السلطة وسيلة. وإذا أحطينا كل وزارات الدولة ضمن البرنامج القائم الآن فنحن نرفض هذه السلطة. نحن نريد سلطة تخدم الشعب، سلطة تعبر عن إرادة شعبنا، سلطة تعبر عن مصالح شعبنا، وليس عن مصالح نخب رأسمالية طفيلية أو سلطوية أو مجموعات صغيرة من القوى السياسية. القضية بالنسبة لنا في الأساس بالنسبة للحوار هي تهيئة مناخ الحوار، وأعتقد هذه القضية صارت واضحة، والرفيق محمد ضياء من خلال لقاءات وتصريحات وغيره بالرفاق الرفيق نائب من السر أمس في الفضائية وغيره وضحوا هذه المسألة توضيح تام، ما هو موقف البعث وما هو موقف قوى الإجماع الوطني من الحوار، ووضعوا شروط لهذا الحوار لكي يكون حوارا جادا. فلا نريد أن نخوض في هذه المسألة كثيرا، ولكن تهيئة المناخ للحوار هي ليست بإصدار رئيس الجمهورية لقرار بأن يسمح للأحزاب، يسمح للأحزاب بأن تزاول النشاط بدون قيود داخل دورة أو خارج دورة. لا، القضية هي قضية إنه في قوانين موجودة، هذه القوانين تقيد حرية الأحزاب وحرية الشعب، والقضية ليست قضية أحزاب فقط. اجتمعوا عدد من قادة الأحزاب أو رؤساء الأحزاب مع الرئيس ويحطيهم منحة للعمل السياسي، إنه عندكم والله هامش عمل سياسي، ممكن تعملوا ندوات في مغراتكم أو في طيب. وبقية الشعب، أليس من حق الشعب أن ينظم نفسه؟ أليس من حق الشعب أن يعبر عن إرادته؟ أليس من حق الشعب أن يضرب عن العمل؟ أليس من حقه أن يخرج في تظاهرات يعبر فيها عن رأيه؟ الشعب ده في 88 طلع في انتفاضة الخبز والسلام في ظل نظام ديمقراطي، وأجبر هذا النظام على أنه غير قراراته. هذا الذي نريده، إحنا عايزين حرية للشعب وليس لنا ولعدد من الأحزاب السياسية. وده كان موقفنا في رفضنا لخوض الانتخابات، إنه ما لم تكفل الحريات لشعبنا لن نقبل فقط بحريات تفصل على القوى السياسية، فضلا عن أن من يمنحك هذه الحرية يستطيع أن يسلبها. هو أسيب نحن حرية إنه ممكن نطلع الساحة دي وفق القانون، يعني بعد لا نأخذ إذن من الأمن وغيره نطلع الساحة ونعمل ندوة، لكن بكرة ممكن يلقى القرار ده. المطلوب إلقاء القوانين، قوانين من الدولة، قوانين المجتمع، اسمها شنو، السلام المجتمع، ولا كل القوانين القبعية، قوانين الصحافة إلى آخره، مطلوب إلغاء هذه القوانين سيما وإنها بتتعارض مع الحقوق التي أقروها في الدستور الانتقالي لشعبنا. الدستور الانتقالي بدينا حرية التظاهر والإضراب والتجمع والتنظيم والتعبير إلى آخره، هذه حقوق دستورية والدستور هو الأصل، وينبغي أن لا يصدر أي قانون يتعارض مع الدستور. طبعا لو البلد كانت محكومة بقانون وبقضاء مستقل كان ممكن نرفع دعوة دستورية نقول القوانين دي متعارضة مع الدستور، لكن انتم بتعرفوا لا عندنا قانون، البلد ما بيحكم قانون، القانون اللي بيحكم البلد هو قانون القوة. عصابة مسلحة استلمت السلطة في 89 ولا تزال هي عصابة مسلحة تفرض إرادتها
على مجموع شعب السودان بالقوة، مع أنها هي أغلية صغيرة وضئيلة ومتفسخة ومنهارة، لكنها بتفرض إرادتها على شعبنا بالقوة. فإحنا ما عايزين والله من أحمد الرئيس، إحنا عايزين أولا تلغى هذه القوانين، عايزين جدية في الحوار يوصل لتفكيك الدكتاتورية وليس لإصلاح النظام القائم. إحنا ما عايزين نصلح هذا النظام، ما عايزين تغييرات تؤدي إلى تجديد نظام الإنقاذ. المطروح الآن هو إنقاذ الإنقاذ وليس إنقاذ شعب السودان ولا إنقاذ السودان ككيان وكدولة وكبلد. المطروح الآن إنقاذ نظام الإنقاذ، يعني الثعبان داير يغير جلده يعمل له جلد جديد، إحنا دايرين نقطع رأسه، لو غير جلده حيظل هو نفسه موجود، هو الثعبان موجود. طيب قال والله يا جماعة البلد بتواجه تحديات خارجية وداخلية وخطيرة، نعم احنا بنتفق معاكم بتواجه، وانه خلونا نتفق البلد دي بيقود حزب واحد تقود كل الاحزاب السياسية، ماشي خلينا، يعني هو العمل السوري ده دايما انت بتصل يعني غاياتك النهائية دفعة واحدة، خلينا نمشي لها دفعات. طيب يعني ثعبان دار يقعد معانا في الأوضة، طيب تقعد معانا في الأوضة بلدغك، أنت لازم تحتاط، ما ممكن ترقد الثعبان معك في السرير لأنه حيلدغك وحتفوت، لازم تحتاط. في فرق بين التحايل على شعب السودان، التحايل على شعب السودان إنه الثعبان بسنونه وبيسمه يرقد معك في السرير، أما إذا أنت داير تأمن شعب السودان لازم تكسر السنون وتطلع السم. توسكم بمسار الشرق في اتفاق الجوبا لأنه ركز على الخدمات والتنمية مش على المحاصصة، لأنه حقيقة الناس بينسوا القضايا الأساسية وبيغرقوا في القضايا الثانوية. القضية الأساسية هي خدمة الشعب والحفاظ على الدولة وأمنها واستغلالها وسيادتها، دي القضية الأساسية اللي طلعوا الناس واستشهدوا في سبيله وقاتلوا في سبيله وإلى آخره، ومن ثم دوك تتحقق بيتحقق تحول ديمقراطي. لا التحول الديمقراطي، الديمقراطية دي في ظل الفقر والجوع والورط والجهل
وعدم سيادة حكم القانون ما بتبقى في ديمقراطية. أيها الرفاق المناضلون، إن حزبكم حزب البحث العربي الاشتراكي هو حزب الأمة في المواجهات ذات البعد القومي، وهو حزب الطبقات الكادحة في مواجهة أنظمة الاستبداد والرجعية والاستغلال التي تديرها الدولة الأمنية. ولهذا فإنه عندما أعلن عن ذاته في 7 نيسان أبريل عام 1947، فإنه لم يقدم نفسه كحركة سياسية تقليدية، بل قدم نفسه كحركة تاريخية تمثل الأمة بكل تكوينها القومي. وعلى هذا الأساس تقع عليه مسؤولية تاريخية، هي مسؤولية الانتقال بالأمة من واقعها الراهن المثقل بالاحتلال والتجزئة وتسلط منظومات الحكم الرجعية والاستبدادية على مقدرات البلاد وبصائر العباد إلى مستوى التوحد القومي والتحرر الاجتماعي. وانطلاقا من هذه المسؤولية يدعو إلى تفعيل النضال الجماهيري، انطلاقا من تطوير العمل الجبهوي بين القوى العربية التحررية والارتقاء بها إلى مستوى الصيغ المتقدمة على صعيد الرؤية البرامجية ببعديها المرحلي والاستراتيجي، وعلى صعيد البناء التنظيمي الذي تئتلف هذه القوى في إطاره وبما يمكنها من تشكيل محور استقطاب لقيادة الحركة الجماهيرية العربية في نضالها التحرري في كل الساحات. إن الحزب يولي أهمية لقيام الجبهة العربية القومية الشعبية كونها تشكل عاملا أساسيا من عوامل هيكلة المجتمع السياسي العربي لسد الفراغ الحاصل في بنيته، والذي بسببه تعرض الحراك الشعبي للاحتواء والالتفاف عليه في بعض الساحات واختراقه في العديد من ساحات أخرى. إن توجيه بوصلة النضال الجماهيري نحو توحيد صفوف القوى الشعبية العربية رؤية وإطارا محكوم بتوفر وحدة الموقف حول طبيعة الصراع العربي الصهيوني باعتباره صراعا وجوديا، وانطلاقا من كون مشروع تحرير فلسطين هو مشروع قومي عربي بامتياز، كما وحدة الموقف من تشخيص الدور الإيراني باعتباره دورا منطويا على عدوانية ضد الأمة بكل موروثها التاريخي وهويتها القومية. وإن هذا الدور كما الدور التركي هما دورين تخريبيين وخطرين على الأمن القومي العربي، وهما مع الدور الصهيوني يشكلان المتكئات الشرق أوسطية لقيام نظام إقليمي جديد تحت وسمى الشرق الأوسط الجديد الذي ترعاه الإمبريالية الأمريكية على حساب المكون القومي العربي. We're gonna make it.
عربية وحدة وحرية اشتراكية. إن إعادة تركيز أضلاع الهرم على قواعد الارتكازية الأساسية في ظل أنظمة حكم وطنية بقدر ما هو ضرورة قومية لمواجهة الإطباق الإقليمي المحتضن أمريكيا وروسيا على الوطن العربي، وضرورة لتوفير حاضنة للقوى الشعبية العربية المقاومة للاحتلال، وخاصة في فلسطين والعراق والأحواز، وطاردا للمتغولين على الواقع في الواقع العربي، ولكل السعيد لتشكيل نظام إقليمي على حساب المكون القومي العربي. في هذه الذكرى التي يتوقف فيها الحزب عند المحط الإيجابي الذي أفرزته وفرضته محطيات الانتفاضات الشعبية العربية في جولتها الثانية، يقدر حزبنا عاليا ثورة الجماهير في السودان التي استطاعت أن تسقط نظام التمكين والاستبداد والفساد وتقييم سلطة ائتلافية لقيادة المرحلة الانتقالية وإنهاء النزاع مع بعض المكونات وإدخالها في عملية بناء الثقة وتوفير مناخ السلم الأهلي والوطني الحاصل ضمن تفاهمات التشكل الجديد للسلطة. كما يقدر الانتفاضة الشعبية في لبنان التي أسقطت حكومتين وحققت الإسقاط الأخلاقي للسلطة التي أدى فسادها إلى إيصال البلد إلى الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي.